الحقيقة إلى الآن لم يصدر أي بيان رسمي عن الخارجية الفرنسية ولا أيضا عن وزارة الجيوش فيما يتعلق بسحب الجنود الفرنسيين وأيضا السفير الفرنسي والبعثة الدبلوماسية، سوى ما صرح به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول أمس عندما قال بأن فرنسا ستسحب السفير والدبلوماسيين بالإضافة أيضا إلى الجنود المتواجدون في النيجر. طبعا التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الجيوش الفرنسية بحاجة إلى بعض الوقت ليتم ذلك كما تعلم، خصوصا وأن المجلس العسكري في النيجر كان قد فرض حظر طيران على الطائرات الفرنسية وأغلق مجاله الجوي أمام الطائرات الفرنسية، وبالتالي من الصعب على فرنسا أن تقوم بإرسال أي طائرة جوية لإجلاء السفير الفرنسي والبعثة الدبلوماسية المتواجدة هناك. كان هنالك حديث من قبل المجلس العسكري أو طلب من المجلس العسكري بأن يخرج السفير عبر طائرة تجارية، لكن باريس رفضت هذا الأمر وهي تحاول أن تقوم بإرسال طائرة تقوم بنقل السفير والبعثة الدبلوماسية من هناك إلى باريس. طبعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق كان قد تحدث بأن السفير الفرنسي والبعثة الدبلوماسية ستغادر النيجر في الأيام أو في الساعات المقبلة، لكن إلى الآن لم يحدد أي جدول زمني ولا متى سيخرج السفير من نيامي. لكن هنالك بحسب الصحف الفرنسية ووسائل الإعلام التي تتحدث بأن محيط السفارة الفرنسية في نيامي بات اليوم أكثر هدوءا خصوصا مع إعلان الرئيس الفرنسي سحب القوات والسفير. طبعا أيضا وزارة الجيوش الفرنسية كانت في وقت سابق تقوم بمباحثات ومشاورات مع المجلس العسكري في النيجر لسحب بعض الجنود الفرنسيين والآليات والطاقم المشغل لهذه الآليات باتجاه تشاد، لكن هذه المباحثات اليوم فرض على وزارة الجيوش الفرنسية أن تقوم بسحب كامل الجنود المتواجدون هناك والذي يقدر عددهم ب 1500 جندي فرنسي من 3 قواعد عسكرية. لا يعلم بعد إن كانوا هؤلاء الجنود سيتم سحبهم باتجاه فرنسا أم أنهم سينقلون إلى تشاد ومناطق أخرى في القارة الإفريقية، لكن بحسب وسائل الإعلام الفرنسية إلى الآن ما زال هنالك نوع من التكتم عن العملية. إذن يمكن تلخيص هذا الأمر بأنه لا يمكن أي تعليق على هذا المطلب من قبل المجلس العسكري في النيجر، مطلب اللي هو وضع جدول زمني سواء لسحب البعثة الدبلوماسية الفرنسية أو حتى لسحب قواتها من هناك. ولكن إذا ما تحدثنا على حول ردود الفعل من قبل المجتمع السياسي الفرنسي على تلك الخطوة. نعم صلاح، في الحقيقة هنالك انقسام سياسي كما تعلم، اليسار الراديكالي وأيضا اليمين المتطرف يتصيدون الهفوات التي يقوم أو التي يقع بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتوجيه سهام الانتقاد إلى السياسة التي يتبناها. طبعا اليسار الراديكالي كان منذ البداية يرفض الوجود العسكري الفرنسي في تلك المنطقة على اعتبار بأنها كانت تتبع أو كانت مستعمرات فرنسية فيما مضى. أيضا اليمين المتطرف يعتبر بأن الانسحاب من النيجر هو بمثابة صفعة جديدة وخسارة جديدة لفرنسا في القارة الإفريقية على اعتبار بأن فرنسا كانت قد خسرت في عام 2022 مالي وبعدها أيضا بوركينا فاسو واليوم نتحدث عن النيجر. طبعا أيضا رئيس أو زعيم حزب الجمهوريين يوم أمس كان قد علق تعليقا قويا وانتقد فيه سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واعتبر بأن هذا الانسحاب الفرنسي من النيجر هو بمثابة الاعتراف بالضعف الفرنسي وبأن السياسة الخارجية الفرنسية منذ تولي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي تخسر. أيضا هنالك من اعتبر بأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتوجيه طعنة للفرنسيين وأيضا الدبلوماسية الفرنسية بعدم وقوفها إلى جانب فرنسا في هذا الأمر وبأن أمريكا كالمعتاد تتخلى عن فرنسا خصوصا كما حدث في وقت سابق مع اتفاقية الغواصات التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من جهة وأستراليا، واليوم يتكرر نفس السيناريو على اعتبار كثير من الساسة الفرنسيين اليوم يطالبون الرئيس الفرنسي إيمانويل
ايمانويل ماكرون بان يكون اكثر حزما بان ان تعود فرنسا كدولة عظمى، وهي كما تعتبر هي احدى الدول الخمسة في مجلس الامن. اليوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من قبل اساسا الفرنسيين والمعارضة مطالب بان يكون اكثر حزما وان تعتمد فرنسا على قوتها. ايضا هنالك مطالبات باعتبار بان فرنسا هي عضو في حلف الناتو وايضا في الاتحاد الأوروبي. باتت الأصوات تتعالى مطالبة فرنسا بالخروج من الاتحاد الأوروبي. هذا الأمر أو الانسحاب الفرنسي من الأراضي الإفريقية سبب حالة من التوتر والانقسام السياسي في الداخل الفرنسي.